متابعي ومشاهدي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ولايف جديد من محافظة الإسكندرية. يعني منذ حوالي ساعتين، يعني قبل مدفع الإفطار، نشب حريق هائل بنادي صيادلة الإسكندرية، وتحديدا بمنطقة سبا باشا بمحافظة الإسكندرية. زي ما انتم شايفين كده، يعني حالة مأساوية الحقيقة. النادي تحول إلى ظلام، تحول إلى رماد. زي ما انتم شايفين كده، كان كمان هيتم افتتاح تجديده رسميا الشهر القادم، ولكن زي ما انتم شايفين كده المكان تحول إلى رماد. يعني زي ما انتم شايفين كده، نقابة صيادلة الإسكندرية اليافطة محروقة أمامكم زي ما انتم شايفين كده. يعني الحقيقة منظر يعني يخوف زي ما انتم شايفين كده، منظر الحقيقة يعني قلوب المواطنين لما شافوا المنظر ده قلوبهم يعني كانوا زعلانين وحزينين. يعني نقابة صيادلة الإسكندرية ياما عشنا فيها ذكريات جميلة الحقيقة، ولكن زي ما انتم شايفين كده نشب حريق هائل بنادي صيادلة الإسكندرية. يعني فالنيران يعني اكلت النادي، تحول الى ظلام زي ما انتم شايفين كده متابعي ومشاهدي جريدة اهل مصر. يعني ومع سرعه الرياح فشل افراد الامن التعامل مع يعني السنه اللهب المرتفعه بطفايات الحريق، مما اسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل زي ما انتم شايفين كده في الطابق الاول والثاني، ولكن الحمد لله تعالى دون خسائر بشريه او خسائر في الارواح. تعال نتكلم شويه عن يعني تفاصيل الحادث والواقع. يعني قبل مدفع الافطار يعني نشب الحريق، وانتقل على الفور رجال الحمايه المدنيه التي دفعت ب 15 سيارة إطفاء إلى موقع النادي، واستمرت محاولات السيطرة على النيران يعني وأخمدتها لمدة 40 دقيقة متواصلة، ولكنها كانت كافية لالتهام النيران لمحتويات النادي بأكمله. زي ما انتم شايفين كده يعني مجهودات رجال الاطفاء الحقيقه لن ننساها ابدا. زي ما انتم شايفين لسه رجال الاطفاء متواجده من في النادي. يعني الحقيقه منظر مرعب زي ما انتم شايفين كده، النادي تحول الى ظلام رماد، يعني حاجه مأساويه الحقيقه. وكمان يعني اكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من تحرير المحضر بالواقعة فور اندلاع الحريق الساعة 4 عصرا، والتي استمرت لمدة 40 دقيقة في محاولات السيطرة على النيران من رجال الأمن الإداري بالنادي ورجال الدفاع المدني. وأضاف يعني نقيب صيادلة الإسكندرية أننا في انتظار قرار النيابة العامة بعد أخذ أقوال الشهود من أفراد الأمن الإداري وتفريغ كاميرات المراقبة بالنادي والمناطق المحيطة وانتداب لجنة مخصصة لمعاينة موقع الحريق والوقوف على أسبابه. يعني هيتم يعني معاينة أسبابه، إيه اللي خلى الحريق ينشب بالطريقة دي واندلاع الحريق بالطريقة دي، كل ده هيتم إن شاء الله معاينته من خلال الأجهزة الأمنية التي لا ننسى دورها في يعني المواقع اللي احنا بنتابعها أمام حضراتكم. يعني وكمان النادي صيادلة الإسكندرية مصمم على مساحة يعني 2000 مترا على مستويين، تضم قاعة اجتماعية ومطاعم وترأس البحر طبعا زي ما انتوا مباشرة زي ما انتوا شايفين كده، وكان في جواه مسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسميا الشهر القادم. يعني بالنيران تتلهم نادي صيادلة الإسكندرية قبل افتتاحه رسميا. وشبه حريق هائل بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي، وفجأة النيران أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، حيث بدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي. ومع سرعة الرياح فشل أفراد الأمن التعامل مع يعني ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق، مما أسفر عن احتراق محتويات النادي. احنا زلنا بنتابع مع حضراتكم يعني خسائر الحريق. يعني تمكنت بفضل الله تعالى قوات الحمايه المدنيه من اخماد النيران، ولم يسفر الحريق بفضل الله عن اي وقوع خسائر في الارواح.
وقدم الحقيقة يعني مجلس إدارة نادي المهندسين، لأن نادي المهندسين يعني نادي المهندسين يعتبر جنب نادي صيادلة الإسكندرية. قدم إدارة نادي المهندسين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد هشام سعودي للزملاء بكل من نادي قضاء مجلس الدولة ونادي نقابة صيادلة الصيادلة كل المواساة لأحداث الحريق التي نشبت بناديهم على كورنيش سبا باشا. وقد أكد مجلس النادي أن الإدارة وأمن النادي كل العون يعني لمساعدة فريق الحماية المدنية للسيطرة على الحريق. وكشفت المعاينة الأولى للحريق الذي نشب في نادي صيادلة الإسكندرية يعني أسباب اندلاع النيران، وذلك بسبب وقوع ماس كهربائي، يعني اندلع الحريق بسبب وقوع ماس كهربائي صادر من إحدى اللوحات. يعني زي ما انتم شايفين كده اللوحة اللي قدامكم دي، قدام حضراتكم دي اللي انتم شايفينها في اللايف، يعني شفت اللوحة، يعني بان ان اللوحة متاكلة النار واكلاها، لأن ده كان سبب في اللوحة الإعلانية في اندلاع الحريق بنادي صيادلة الإسكندرية، ويعني من احدى اللوحات الكبيره اللي قدامكم دي. وكشفت المصادر الامنيه ان الحريق التهم نادي الصيادله بالكامل وامتد للنادي مجلس قضاء الدوله بمنطقه سيباشا بشرق الاسكندريه، مش يعني واشارت يعني كذا مصادر ان الخسائر ماديه حتى الان ولا توجد اي اصابات او خسائر في الارواح بفضل الله تعالى. وكمان انه يجري كمان محاولات السيطره على النيران، مش وكمان الى انه تم الدفع بنحو يعني 15 سياره لاخماد النيران. يعني قبل مدفع الافطار زي ما انتم شايفين كده نشب الحريق، يعني زي ما انتم شايفين كده حاله الحقيقه يعني حادث مأساوي، زي ما انتم شايفين من تمام مع حضراتكم الحريق، خسائر الحريق، يعني زي ما انتم شايفين يعني كل حاجه متاكلك، يعني كمان زي ما انتم شايفين كده رماد الحقيقه وظلام بنادي صيادله الاسكندريه. يعني الحقيقه حادث يعني مأساوي قبل مدفع الافطار. وكمان نشب الحريق بفضل الله، احنا بنتابع مع حضراتكم يعني اللي حصل، ولكن بفضل الله لم ياتي اي خسائر في الارواح، ودي الحاجه اللي احنا بنتمناها دايما في اي حريق او اي حاجه بتحدث في محافظه اسكندريه او محافظات مصر كلها. طالما حاجه حصلت احنا بنتمنى ان ما يكونش في خسائر في الارواح، دي اهم حاجه، لان ربنا عز وجل يقول لقد كرمنا بني ادم. بس الحمد لله الخسائر اللي احنا بنتابعها مع حضراتكم دي خسائر بس اللي موجوده في الملعب، قصدي موجوده في مزاده في النادي، يعني خسائر فقط، يعني حاجات موجوده في النادي اتحرقت والنجيله اللي كانوا عاملينها والخشب والحاجات دي كلها، ولكن دي الحاجه، لكن الحمد لله مفيش اي وقائع في اي خوية خسائر بشريه من قبل النادي. وكان سبب التهام الحريق يعني بسبب اللوحة الإعلانية، دي اللي كان السبب في الحريق. ولسه ما زال رجال الأطفاء يعني متواجدة، يعني برضو لمتابعة استمرار إخماد النيران، ولكن الحمد لله يعني واقعة عدت بسلامة وأمان على المواطنين، ولم يحصل أي حتى كمان الحاجات المجاورة للنادي لم يحصل لها أي شيء، ولكن الأذية كلها كانت في نادي صيادلة الإسكندرية فقط. يعني حتى ان مديريه امن اسكندريه تلقت اخطارا من قسم شرطه الرمل، دي كانت في بدايه الوقوع، يعني اول بيفيد باندلاع حريق بنادي صيدله بكورنيش الاسكندريه، وتم الانتقال على الفور الى موقع الحادث والسيطره على الحريق بالكامل، ولكن لم يزر اي شيء يعني بفضل الله، ولم يقع اي خسائر في الارواح، ولكن بفضل الله تم اخماد النيران ويعني رجعت الاوضاع امورها. يعني ما زلنا بنتابع مع حضراتكم ادي الحريق، وادي يعني خسائر الحريق زي ما انتم شايفين كده امام حضراتكم، كل حاجه متهماها النيران زي ما انتم شايفين كده، وكمان النقابه حتى اتهمتها النيران وما بقتش موجوده زي ما انتم شايفين، وما زالت يعني طبعا جاي الامن متواجده، وكمان يعني الحمايه المدنيه كمان بنتابع مع بعض، ولسه كمان المعاينه ان شاء الله لسه تتم لمعرفه سبب وقوع الحادث في نقابه صيادله الاسكندريه. تغطيه سريعه، كان معكم عبد الرحمن ناصر مراسلكم من محافظه الاسكندريه، وانتظرونا في لايف جديد. شكرا لاستماعكم.